دلوقتي يا جماعة ديت حتة هي هتعملها لكم عينة، عشان في ناس طلبت ان احنا نعمل حتة فوق التيب، وبيقولوا ان اللزق هيقلع مننا او كده، بيقولك ان هو كده كده هيقلع بعد التيب. فاحنا عملنا حتة اهيت هنلزق عليها التيب، عشان خاطر طبعا الشغل مش شطب زي ما انتم شايفين، مش هينفع ان انا اوريكم في الشغل ده، جدا لسه هشتغل فيه. اضحي بالحتة دي مش مشكلة، ونشوف اللزق هيقلع معانا ولا لا. وحتة ان اللزق يقلع، انا شايف ان هي بتبقى في الاول وفي الاخر، يعني في حاجات غلط عند الصنايعي، يعني مش من الخامات ولا من الشغل، تمام. الحتة دي لسه دهنها بقالهاش بالظبط 4 دقايق او 5 دقايق، هنلزق عليها ونشوف مع بعض. الزق طول طول شوية عادي، انت بخيل كده ليه؟ يقولوا عينة ما ننسى. ايوه كده يا عم، ماشي. هبقى نشيل ديت الاول. ده يا جماعه لسه ما ادونا حالا والله من 5 دقايق اهي. الناس اللي بتقول ان ممكن يقلع، اما بيكون بيقلع بيكون عيب من الصنايع، مش عيب من الخام. احنا في اي شغل لو ما فيش كورنيش او كده بنشد التيب زي ما انتم شايفين كده، وبنشطب الجدران بتاعتنا عادي، وبعدين نشيل عادي، مفيش اي مشكلة. البلاستيك برضو طبعا هتسألونا عن نوعه ايه، البلاستيك نوعه جوتين مذهل. ماشي، كنت اقول لك رد عليها كمان مرة ولا اتنين. ماشي، هنرد عليها كمان وش اهوت يا جماعة. ماشي، طبعا انتوا شايفين اللزق كرمش اهوت من البلاستيك، تمام. يعني مش معقول بقى هديها اكتر من كده تاني. طبعا يا جماعه احنا سيبناها هي 10 دقايق لحد ما نشفت. التكشيف بقى مش مشكله، انا اديت وشين، هي لسه عايزه كمان وشين، لان ده مذهل وعلى شغل ناعم. فانا برضو ما زلت اكرر ان التنتيش والحاجات دي كلها تبقى من الصنايعي. تنتش منك لما يكون البطانه بتاعتك مبدره او تكون البلاستيك ضعيف. تاني حاجه لما تكون رامي بلاستيك كتير جنب الزاويه، ما تجيش تعمل له طبقه هنا ملي ولا ملي ونص، وبعدين ترجع تقول ده البلاستيك بيطلع معايا. ده انا سايبه اهوت، والله ما شلت حاجه، لسه هنشيلها قدامكم حالا وهي خلاص نشفت اهي. عمرك ما هتسيب التيب اكتر من كده. شيلها محمود كده وقول بسم الله. لا شيل براحة يا عم، انت بتجري كده ليه؟ شيل واحدة ولا شيل، انا بقولكش براحة عشان تنتش، علشان الناس تتفرج بس. شيل اهي كده يا جماعة اهوت، ولا فيه لزق ولا فيه بوية طلعت ولا اي حاجة، تمام. وعلى شرط الفتح ده عملته ما عديش عليه 5 دقايق، وبعد كده لزقت وعملت الغمق ده. اي حد عمل غير كده ونتش معاك، تعرف ان الشغل بتاعك البطانه بتاعتك ضعيفه. انا عندي دي البطانه بتاعتي اهي، تمام. انا طبعا وعدتكم ان انا هعمل فيديو، فعلا عملته وقتي، علشان خاطر ايه ما حدش يقول لي انت يا عم ابراهيم لو كده كده لو لزقت اللزق فوق اي بلاستيك مش هيحصل له حاجه. لا، اشتغل وشطب وبعد كده شيل اللزق. انا شطبت اهوت وبعد كده شلت اللزق، تمام. لكن اي بلاستيك، مع احترام الراي، اي حد والاساس تحته ضعيف وجيت لزقت اللزق وشلته، حتى لو عدى عليه 2 3 ساعات او يوم هينتش معاك وهيطلع معاك. وفي فيديو انتوا شفتوه معايا قبل كده، شغل متشطب بقاله سنين، ماشي، مش بقاله يوم ولا بقاله ساعه ولا ساعتين، وطلع معايا كله زي حته الورق. تحياتي للجميع.